وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية دي بتعرفنا عظمة الخالق من أول خلق الإنسان لحد بعث الإنسان. وفي النص بنتعلم اللي بيحصل الإنسان هو نايم واللي بيحصل الإنسان عند الموت. أول موضوع هو موضوع خلق الإنسان، وعلشان نتكلم عن خلق الإنسان يبقى لازم هنتكلم عن أبو الإنسان، نتكلم عن سيدنا آدم. كيف خلق الله آدم؟ ومنه نتعلم عظمة الخالق وإزاي القرآن جه علمنا الكلام دوت بتفاصيل الدقيقة، وإزاي القرآن علمنا كمان إزاي الجنين بيتولد في بطن أمه. تعال نتعلم ونروح الرحلة دي مع بعض ونعرف إيه اللي بيحصل. بدأ خلق آدم، سيدنا آدم ربنا سبحانه وتعالى كرمه بأربع أشياء. أولا أن ربنا سبحانه وتعالى خلقه بإيده، ثانيا أن ربنا نفخ فيه من روحه، ثالثا أن ربنا علم آدم الأسماء كلها، ورابعا أن أمر الملائكة أنهم يسجدوا لسيدنا آدم. كيف خلق آدم؟ ده موضوعنا النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى بإيده الشريفة أخذ من كل حتة من الأرض شوية تراب، عشان كده خلق الإنسان من إيه؟ من تراب أو من طين، وعشان كده أشكالنا كلنا مختلفة، لأن أخذ ربنا سبحانه وتعالى من الأرض الأحمر والأبيض والأسود، فطلعنا أشكالنا كلها مختلفة. وبعد ربنا سبحانه وتعالى ما خلق آدم، جه آدم بقى عبارة عن من طين، يعني طين لازب، يعني عبارة عن مية وتراب. وقعد فترة فكان الملائكة خايفين جدا من شكله، وكان إبليس عليه اللعنة يعدي يبص عليه، وكان خايف مش فاهم ده عبارة عن إيه. وقعد فترة زمن محدش يعرفه، إلى أن نفخ الله من روحه في آدم فقام سيدنا آدم عليه السلام. وعندما قام سيدنا آدم ربنا سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها، يعني علمه يعني إيه الأرض، ويعني إيه الجبال، ويعني إيه المية، ويعني إيه البحر. وكان الملائكة ساعتها ما يعرفوش الكلام ده كله، فربنا سبحانه وتعالى قال له يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني عرفهم إيه الأسماء دي. فسيدنا آدم فعلا قال لهم الكلام ده كله، فالملائكة طبعا كانوا متعجبين جدا من هذا الأمر، إلى أن أمرهم الله بالسجود إلى سيدنا آدم. طبعا ما عدا إبليس، رفض إبليس عليه اللعنة السجود لآدم. ليه؟ قال له لأن سيدنا آدم ربنا خلقه من طين، فإبليس عليه اللعنة تكبر على سيدنا آدم، قال خلقته من طين وخلقتني من نار، فشاف أن النار أعظم من الطين. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، وخلق سيدنا آدم من طين، وخلق الجن ومنهم إبليس عليه اللعنة من النار. فإبليس تكبر إنه يسجد، وعشان كده خرج من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وربنا نزل عليه اللعنة إلى يوم الدين. لما جينا بعد كده القرآن نزل، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في الآية القرآنية إن خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله في قرار مكين، ثم جعله من بعد كده، القرآن بيقول إيه؟ إنه من نطفة، وبعدين علقة، ثم مضغة، ثم عظامة، ثم كسونا العظام لحمة. القرآن بيوضح سبحان الله كيفية خلق الجنين في بطن أمه. الكلام ده من 1400 سنة ذكر في القرآن. طب كيف هذا؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عرف الكلام ده منين؟ لأنه ده جاي من وحي من سيدنا جبريل. فهذا الكلام كان إثبات لنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان تعليم لينا أنه بيشرح خلق الجنين. اللي هو دلوقتي عندنا في العلم الحديث حاجة اسمها اللي هو علم الجنين. علم الجنين بيوصف اللي القرآن قاله بالتفصيل بالظبط، سبحان الله. ان ازاي كان زمان الناس فاكرين الطفل ده بيجي ازاي؟ فاكرين المني او ماء الرجل عباره عن طفل صغير بيخش جوه المراه كانه شجره بتنبت جوه رحم السيده. ما كانوش يعرفوا ان ربنا سبحانه جه القران قال لهم لا، ده في ماء الرجل او المني يتقابل مع ماء المراه ويكون لنا الجنين. وربنا وصف هذا الكلام انه عباره عن نطفه، ثم علقه، ثم مضغه، بعد كده يجي عظام، ثم نكث العظام لحمة. التفصيل الكامل يظهر لنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وإزاي نعلم سيدنا محمد في القرآن الكريم كيفية خلق الإنسان بالترتيب العلمي. احنا دلوقتي بس جايين بنكتشفه وعنين بنتعلم منه. مش كده بس، ذكر في القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى قال من نطفة، بعد كده علقة، وقال لك من مخلقة وغير مخلقة، يعني حتى الطفل نفسه جواه جزء. ده العلم الحديث دلوقتي اللي هو علم الخلايا الجذعية، بيقول لك ان ازاي ان العلقه مخلقه وغير مخلقه،
ان قدروا يفصلوا جوه جسم الانسان جزء من الخلايا اللي هي خلايا جذعيه موجوده في جسم كل انسان فينا. الخلايا الجذعيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الخلايا نشيطه جدا تساعدنا ان احنا فجاه لو عندك جرح في حته تروح بسرعه تعالجه لك، لو عندك مشكله في القلب تعالجها، مشكله في الكبد تعالجها، مشكله في العين تعالجها. الخلايا دي اللي القران ذكرها من 1400 سنه. ما ننساش وفي انفسكم افلا تبصرون، تظهر لنا عظمه الخالق. وكده عرفنا النهارده مع بعض ازاي سيدنا ادم اتخلق وازاي الجنين بيتخلق، كل ده مكتوب في القران عندنا سبحان الله.